شيء طاقتك يا برج التغيير الشامل، أو أنت في خطوة عمالك بتعملها أو مشروع لتغيير شامل في حياتك، حتى من ناحية العاطفة، من ناحية المال، من ناحية الأهل، عندك تغيير شامل جدا. حتى أنت حاسس حالك إنك بدك تمشي وما بدك ترحم حدا، لأنك أنت تقريبا زي حاسس حالك مخدوع أو بزاوية معينة من المشاكل، لأنه أنت أعتقد إنك مرقت بخديعة خلتك بدك تتقدم لقدام من الإرهاق اللي أنت مرقت فيه ومن التعب اللي أنت فيه، حبيت إنك تقدم لقدام. عفوا، خلينا نشوف الشخص اللي وراك. الشخص اللي وراك انت شايفه انه هو رحل، تركك وحيد بدون سابق انذار، زي حمل حاله وراح، يعني تركك وراح. احساسك انت من ناحيته انك حاسس بالوحده، حاسس انه زي انك انغدرت من هذا الشخص. هو تركك ورحل، الشخص اللي وراك. راح نشوف هلا شو القصة بالضبط يا برج جدي. خلينا نشوف شو الشخص هذا بالضبط. هو الشخص هذا على فكرة إذا أنتوا عفوا، إذا أنتوا بتعتقدوا إنه تركه هو، يعني إذا أنتوا حاسين إنه هو نساكوا أو تركوا وما بفكر فيكوا، لا، هو الشخص هذا كأنه بده يخلي الأمور على ربنا، بده يضل متعلق في الموضوع أو هو متعلق فيكوا. الشخص هذا كأنه كل تفكيره رايح اتجاهكوا، كأن المشكلة اللي حصلت بيناتكوا هو لسه متعلق فيها، معلق فيها. وهو على فكرة إذا في حدا حابب يعرف إنه هل هو بعلاقة تانية أو إشي تاني، لا، هو مش بعلاقة تانية، بس هو هلأ حالياً عماله بعيد في حساباته وبراجع نفسه، لأنه هو حاسس حاله إنه بعد روحته زاد التعلق فيكو. طيب، أول إشي بدنا نحكي عن مشاعر الحبيب. أول إشي مشاعر الحبيب من اتجاهكم انتو متوازنة، وهذا الشخص مشاعره حاسس انه من ناحيتكم انتو كمان متوازنين، اتوازنتوا. يعني يا برج الجدي انتو اتوازنتوا من ناحية هذا الشخص، كمان هو حس انه كأنه خسر اتزانه لما تركتوه ورحتوه، لانه شايفكوا انتو، بما انه انتو هلا في وقت التغيير، فهو شايفكوا انتو متوازنين، كأنكوا تركتوا كل اشي ورا ظهركوا من عتاب ومن كلام ومن حكي، كمان كأنكوا تركتوا قهركوا ووجعكوا تركتوه ورحتوا، بسبب انه الشخص تركوا وحيدين، او انتو حسيتوه تركوا كإجباري كغصب عنا، رحل بتعب، وكأنه حصل موضوع ما خلاه أجبره على إنه يروح. احتمال يكون تدخل أهل أو تدخل طرف آخر، بس أنا مش شايفة طرف، يعني طرف إنه يعني طرف تلك حب أو دخل بينكم مثلا واحدة أو هيك شيء، لا، أنا مش شايفة هذا الإشي. بس هو كأنه رغما عنه يعني رحل، أو أنتو عارفين إحساسكم إنه هو رغما عنه إنه روح، فهو حاسس حاله إنه فقد التوازن من ناحيتكم، وكمان إحساسه إنه أنتو اتوازنتوا وبلشتوا في التغيير. فهو مشاعره من ناحيتكم، يعني إذا بدي أحكي لكم بحبكم بصدق، هو هذا الشخص يعني كمية الحب لكم مو طبيعية. هو كأنه نفسه يقدم خطوة لحتى يجي ناحيتكم، لأنه هو يعني أدرك
انه لما انتوا تركتوه ورحتوا بلشتوا تغيروا حياتكم، هي حياته زادت في لورا، تراجعت. طيب خلينا نشوف، حكينا بدنا نشوف تفكيره الباطني. الشخص هذا على فكرة تركه وهو مزنوق في اشي معين، لأن تفكيره الباطني مقيد، مقيد بفكرة معينة، أو هو إنسان مقيد بأهله بناسه، يمكن يكون إنسان مستقر ومتزوج احتمال، فهو مزنوق في هذه الزاوية. كمان هذا الإنسان تفكيره الباطني هو محشور، يعني مزنوق في مطرح معين، يعني مش قادر هو يطلع من هذه الزنقة، مش قادر يفك حاله من هذه الزنقة. كأنه احتمال يكون مريض، واحتمال يكون انه بتعاطى، يعني مش شرط بتعاطى مثلا مخدرات او اشي، احتمال باخد نوع دواء بيخليه مثلا رايق، يعني احتمال يخليه انه ماسك افكاره هادية، او ضبطها على جهة، يعني حاططها شايلها على جهة. احتمال هذا الانسان زي ما حكيت لكم مرتبط بعمل معين، مثلا هذا الانسان لو كان في سفر بينكو او مسافة بيناتكو، كأنه هذا الانسان مثلا مربوط بشغل ما برا، او مثلا عنده عقد عمل خارج المدينة ومو قادر مثلا يوصلكو، او مرتبط في مواعيد تانية، اجراءات تانية، شي تاني في حياته، مثلا مرتبط في زواج، مرتبط بأسرة هو بصرف عليهم، هو اللي يعني هو مش قادر يفك العقل الباطني من احساسه بالمسؤولية، كأنه عنده هو مسؤولية هو مو قادرين يفكها، لأنه هو مشاعر ناحيتكو يعني حب صادق، حب صافي، يعني ما عنده أي إحساس إنه هو مثلا مو متوازن بحبكو، لا هو متوازن، حبه اتجاهكو متوازن جدا جدا، كأنه نفسه يروح يحكي لكو هذا الحكي قدامكو، كأنه نفسه يشهر هذا الإشي، بس هو مزنوق بمطرح معين. احتمال يكون مزنوق بقصة مثلا متزوج، مثلا عنده طرف تاني وعنده أطفال، فهو مو عارفين ايش يتصرف، لهيك هو محشور مضغوط وعنده اختيارات، هو مو عارفين شو يختار وشو يعمل. حتى انت يا نفسك يا برج الجدي عارف هذا الشيء، لهيك انت بلشت تتغير، لانك انت برضه حاسس حالك انك مو عارفين شو نهاية هالعلاقة، او مو عارفين وين بدك تحط رجلك في هاي العلاقة. كمان المشكلة اللي بيناتكم هي في ناس انتوا اكبر منهم بالسن بكتير، كمان في ناس اعتقد هذا الشخص من الماضي، وكأنه رجع لكم هو متزوج او في ارتباط او في علاقة تانية. كأنه في اختلاف العمر، انا بحس هون في اختلاف اعمار، وكمان زي ما حكيت لكم الانسان هذا احتمال يكون مثلا بيصرف على اولاده، بيصرف على مثلا عنده اخوه صغار في العمر، هو يعني الاولاد هذول الاطفال هم مسؤولين منه، كانه عنده مسؤوليه غير مسؤوليتكم انتوا او غير الحب، فهو مو عارفان يطلع من هاي الحشره، كانه هو مقيد قوانين قواعد غير اللي هو بيحلم فيها او بيحلم بحريتها، يعني انه يكون حر من هاي القواعد او الاسس. احتمال تكون العائلة مثلا بدهم يزوجوه واحدة تانية، يعني انه يقدم حبه لشخص اخر، احتمال انت تكون اكبر منه سنا، او انت امرأة اكبر منه سنا، الفرق العمر مثلا.
احتمال هذا الشخص تركهم ورجع للماضي. يعني في